أذان الدار البيضاء الدولي للفيلم الأمازيغي تحت شعار الأمازيغية ملتقى الثقافات، وذلك من يومه الجمعة 6 نوفمبر إلى غاية الثلاثاء 10 مايو. حتى اليوم افتتاح ديال الدورة الأولى ديال المهرجان السينمائي الأمازيغي في الدار البيضاء. بالنسبة لنا حفل، يعني لأن أول مرة غادي يدار هذا الفيستيفال هذا، كنتمناو الناس كاملة تعاون فيه باش يبقى حتى الدورة 100 ويتهز المشعل ديالو للجيل الآخر. حاولت ما أمكن أنني نكون يعني شوية مع ليكيب ديال الفيلم، أنا نختار أفلام اللي عندها جودة في منطقتنا، سيرتو أن هاد المنطقة شوية عندنا مشكلة في القاعات السينمائية. أنا قلنا على الأقل نحركوا هاد التجربة هادي في هاد المنطقة هادي، على أساس أن الجمهور ديال بلمسيك سيدي عثمان أو الجمهور الكازاوي كله تيشوف أفلام سينمائية. يعني تنتمناو أن الببليك أن يحضر لاماس، على أساس أن الدولة شوية تفكرنا ببعض القاعات، لأن هذا هو دائما الحلم عندي كممثل سينمائي، وتنتمنى نجاح الدورة هذا بكم وبالناس اللي كاينين. الدورة الأولى من هذا الفيستيفال تنتمناو لها النجاح، هي تتحتوي العروض ديالها على 55 فيلم من داخل المغرب ومن خارج المغرب، كما أنها تحتضن 3 ندوات بفضاءات مختلفة، وكذلك أن الفيستيفال ينظم ليلة الوفاء، ينظم ليلة وفاء للفنانين الراحلين المخرج والمنتج محمد مرنيش، وكذلك الفنان المسرحي والمخرج عبد الله أزاد رحمه الله، وكذلك الفنان الممثل حسن أنضام رحمه الله، وذلك يوم 2 بقاعة المركب الثقافي سيدي بليوط. بالنسبة للفيستيفال أنه تنظم الفعاليات ديالو في 8 قاعات متفرقة بمدينة الدار البيضاء، وتنتمناو أننا في هذا الإطار هذا نرسخوا شعار المهرجان لتقول الأمازيغية ملتقى الثقافات، وكذلك لا مركزية الفرجة حتى تستفيد أكبر شريحة ممكنة من ساكنة الدار البيضاء من الفرجة السينمائية.